بسم الله الرحمن الرحيم. ألحان وأشجان. ألحان وأشجان. أتذكر ليلة وقد اجتمعنا على طيب الغناء إلى الصباح، ودارت بيننا كأس الأغاني، فأسكرت النفوس بغير راح، فلم تر فيهم إلا سكارا سرورا، والسرور هناك صاحي. إذا نادى أخ اللذات فيهم أجاب له حي على السفاح، ولم نملك سوى المهجات شيئا أرقناها لألحاظ الملاح. عشق وغنى. ماذا أقول عن الغناء؟ الغناء صوت العصيان وعدو القرآن ومزمار الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن. الغناء وما أدمن عليه عبد إلا استوحش من القرآن والمساجد، وفر عن كل راكع وساجد، وغفل عن ذكر الرب المعبود، واستأنس لأصوات النصارى واليهود، وابتلي بالقلق والوساوس، وأحاط به الضيق والهواج. الغناء فلو رأيتهم عند سماع الغناء وقد علت منهم الأصوات وهاجت منهم الحركات، يتمايلون تمايل السكران ويتكسرون تكسر النسوان، وكم من قلوب هناك تمزق، وأموال في غير طاعة الله تنفق. مدمن. يدري عن المغنية فلانة مدمن. كيفية أكلها، لون ثوبها، مقاس حذائها، عدد حفلاتها، أسماء ملحنيها. مدمن. ويدري عن المغني فلان عن سيارته، عدد أشريطه، ألحان أغنياته، وكأن أحدهم عالم جليل أو داعية نبيل. ورأت عائشة رضي الله عنها رجلا يحرك رأسه طربا يمنة ويسرى، فقالت أف شيطان شيطان أخرجوه، يهتز فؤاده كلما سمع صوتها أو رأى صورتها. وكم من فتاة عفيفة سمعت مطربا فاجرا اشتاقت إلى صوته وصورته، فلا تعجب إذا رأيته أو رأيتها، يعلقون الصور ويجمعون الأشرطة، والقلب يهوى ويتمنى. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وصوت الشيطان هو الغناء. الغناء يحضر معه الشيطان ويغلب على الإنسان، فما بالك إذا اقترن بكلمات رقيقة وألحان صفيقة. فهو أهل عند ذلك أن يغلب على الألباب. الغناء فهو اللهو واللغو والباطل والزور والمكار والتصدية ورؤية الزنا وقرآن الشيطان ومنبت النفاق في القلب، والصوت الأحمر والصوت الفاجر وصوت الشيطان ومزمور الشيطان والسمود. الغناء أسماؤه دلت على أوصافه، تبا لذي الأسماء والأوصاف. ألحان حال وأشجان. العزف والرقص والمزمار عدتنا، والخصم عدته علم وآلات، تقود أمتنا في الحرب غانية، والجيش في الحرب قد ألهته مغنات. كم بددوا المال هدرا في مبادلهم، وفي ليالي الخنا ضاعت مروآت. ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، فقال والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. صدق ابن مسعود وإن لم يقسم. ماذا يقول ابن مسعود؟ لو رأى زماننا هذا أصبحت الأغاني تسمع في البر والبحر والسيارات والطائرات والمطارات وألعاب الأطفال وأجهزة الجوال. كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟ لست أدري. لبست ثوب العيش ولم أستشر. وربك يخلق ما يشاء ويختار. قلت المحبة عندي لو تعلمين عبادة. الله أمر بالصلاة والصوم؟ لا. بقراءة القرآن؟ لا. يقول الله أمر لعيونك أسهر. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وإن الله لا يأمر بالفحشاء. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ ليه القسوة؟ ليه الظلم؟ ليه يا رب؟ ليه هكذا يتهم الله عز وجل بالقسوة والظلم؟ وهذا المغني هو الآن تحت أطباق الثرى. يا سامع الغناء غرك بربك الكريم. يا سامع الغناء أين المؤمنون؟ أيه؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أيه؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. يا سامع الغناء أين الذين إذا سمعوا حكم الله ذلوا وأطاعوا وأذعنوا وانصاعوا؟ يا سامع الغناء أما تعتبر فاعتزل ذكر الأغاني والغزل، وقل الفصل وجانب من هزل. إن أهنى عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل. مؤسسة الونين الخالد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم ألحان ألحان وأشجان للشيخ محمد العريف. يا من يرى سقمي يزيد وعلتي أعيت طبيبي،
لا تعجبن فهكذا يجني الغناء على القلوب. بل قد قرن النبي عليه الصلاة والسلام بين الغناء والخمر والزنا، فقال فيما رواه البخاري: ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرة، يعني الزنا والحرير والخمر والمعازف. ومعنى يستحلون أنهم يفعلون هذه المحرمات فعل المستحل لها، بحيث يكثرون منها ولا يتحرجون من فعلها، أو أنهم يبحثون عمن يفتيهم بحلها. وصح عند الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم قال: نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نعمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة لطم وجوه وشق جيوب. فسمى الغناء صوتا أحمق فاجرا لأنه لأهل الحق والفجور. وسئل ابن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، قيل: ما هو لهو الحديث؟ فقال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغناء. وصدق ابن مسعود وإن لم يقسم. وسئل محمد بن الحنفية عن قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، قيل له: ما هو الزور؟ قال: هو الغناء، لأنه يميل بك عن ذكر الله. وقال تعالى لكفار قريش: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال ابن عباس: سامدون مغنون، تقول العرب: اسمد لنا، أي غني لنا. ووصف الله تعالى أحوال عباد الأصنام عند البيت الحرام، فقال عز وجل: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. والمكاء والتصدية نوع من المعازف، وهو التصفيق والتصفير. ومن عظم خطر الغناء، توعد النبي عليه الصلاة والسلام سماع المعازف بالمسخ والقذف، فروى الترمذي بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال: يكون في أمتي خسف وقذف ومسخ. قيل: يا رسول الله متى؟ فقال: إذا ظهرت القينات والمعازف واستحلت الخمر. وقال صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يشربون الخمر ويعزف على رؤوسهم بالقيان، يمسخهم الله قردة وخنازير. والقيان جمع قينة، وهي المرأة المغنية. وقد تكاثر وتواتر كلام الأئمة الأطهار والعلماء الأبرار في التحذير من الغناء. ففي المسند أن ابن عمر رضي الله عنهما خرج يوما في حاجة، فمر بطريق فسمع زمارة راع، فوضع أصبعيه في أذنيه حتى جاوزه. فقل لي بالله عليك، أزمارة راع أولى بالتحريم والترك، أم هذا الغناء الذي يتغنج فيه المطرب والمطربة فيفتن القلوب ويشغل الأرواح عن علام الغيوب؟ وقال عمر بن عبد العزيز لأبنائه: أحذركم الغناء، أحذركم الغناء، أحذركم الغناء، فما استمعه عبد إلا أنساه الله القرآن. وكتب إلى مؤدب ولده: ليكن أول ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي مبدأها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: يا ابن عباس، أرأيت الغناء أحلال هو أم حرام؟ رجل يسأل عن غناء الأعراب في البوادي الذي ليس فيه معازف وليس فيه تصوير ولا فيديو كليب ولا لباس عار ولا قصات فاتنة ولا رقصات ماجنة، غناء الأعراب في البدو، هل يجوز يا ابن عباس؟ هل هو حلال أم حرام؟ فقال ابن عباس: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ قال الرجل: يكون مع الباطل. فقال ابن عباس: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ اذهب فقد أفتيت نفسك. أما أبو بكر فكان يسمي الغناء مزمار الشيطان. وسأل رجل
الإمام مالكا عن الغناء فقال: ما يفعله عندنا إلا الفساق. وسئل الإمام أحمد عن الغناء فقال: الغناء ينبت النفاق في القلب ولا يعجبني. والشافعي سماه دياثة، وأبو حنيفة أفتى بالتحريم. فالغناء مبدأه من الشيطان وعاقبته سخط الرحمن. نعم كيف لا، وهو يحرك النفوس إلى كل قبيح ويسوقها إلى وصل كل مليحة ومليح. فهو والخمر رضيع لبان، وهما في القبائح فرسا رهان. فإذا سمعه أحد قل حياؤه، وفرح به شيطانه، واشتكى إلى الله إيمانه، وثقل عليه قرآنه. وتراه يميل برأسه ويهز بمنكبه ويضرب الأرض برجله.